أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل القرآن الكريم نزل جملة واحدة في بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك مفرقا على حسب الأحداث؟ هذا ورد لكنه غير صحيح، هذا غير صحيح. القرآن بدأ نزوله بليلة القدر، بدأ ثم تتابع بعد ذلك منجما حسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل جملة واحدة. وهذا الأثر لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد كتب الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رسالة في هذا رد بها على السيوطي وأبطل هذا القول، سماها الجواب الواضح المستقيم في كيفية نزول القرآن الكريم، وهي مطبوعة مفردة ومطبوعة مع فتاوى ورسائل الشيخ رحمه الله. نعم.